سعيا وراء فتح آفاق جديدة للاستثمار، جاءت رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة من خلال المشروع القومي للطرق باعتباره شريان حياة وقاطرة تنمية في مصر. في محافظة الجيزة كان محور عمرو بن العاص شاهدا على الإنجاز، جاء ليربط شمال المحافظة بجنوبها وبإقليم القاهرة الكبرى. محور عبد العاص طوله 4 كيلو و6 من عشرة. محور عبد العاص احنا قسمناه على مرحلتين، في مرحلة أولى اللي هي كان من الدير الجنوبي لحد شارع الهرم، ودي تم تنفيذها وافتتاحها. في مرحلة تانية اللي احنا موجودين عليها فيها دلوقتي حاضر ان شاء الله، دي برضو احنا حوالي 2 كيلو ونص منها ربط على الجزائر الشمالي عن طريق برضو رمبات وطلعات ونزلات ليها لربط الكيانات الموجودة على السطح مع الدير الشمالي مع محور عمرو بن العاص. قطعنا شوط حلو فيه، نسبة انجاز كبيرة في وقت قليل، وشركات كلها عملاقة، شركات وطنية كلها بعمالة كبيرة، شغالين في رمضان بكثافة عالية جدا، شغالين ثلاث ورديات، شركات كلها شغالة ثلاث ورديات، العمل شغال 24 ساعة مستمر. يعد محور عمرو بن العاص هو ثاني محور حر يربط الشمال بالجنوب في محافظة الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر لتحقيق الانسيابية المرورية. احنا خلصنا مرحلة أولى اللي هي الدائري الجنوبي على شارع فيصل والهرم وترسة، ودلوقتي شغالين في المرحلة اللي احنا فيها ربط مع الدائري الشمالي، معانا تقاطع مع شارع طريق منشية البكاري وشارع عمرو بن العاص. زي ما في كباري، في تطوير أسفل الكباري والطرق، ازاي ان احنا نحول التكدس المروري من الشوارع الأسفل والربط على المحور على المحور، ونربط ازاي من شارع الهرم يتجه للطريق الدائري الشمالي أو الدائري الجنوبي. شغالين 24 ساعة في المشروع لمحاولة إنجاز المشروع في وقت قياسي. أهم حاجة الدقة في التنفيذ والسرعة في الأداء لمحاولة إن احنا نوصل في الوقت المحدد بالظبط إن احنا ننتهي من المشروع إن شاء الله. هذا ويربط محور عمرو بن العاص القوس الجنوبي للطريق الدائري بمنطقة تقاطعي مع محور المريوطية، والقوس الشمالي للطريق الدائري بمنشأة البكاري بطول 4.5 كيلومترات وعرض 12 حارة مرورية. سباق مع الزمن للانتهاء من جميع مراحل تنفيذ محور عمرو بن العاص، هذا المحور العملاق الذي يربط ما بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وأيضا يربط ما بين محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة. من أعلى محور عمرو بن العاص، عبد الحميد صقر، النيل للأخبار.